اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمدينة الرباط يوم أمس مع أخيه معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة. وقد رحب معالي السيد ناصر بوريطة بمعالي وزير الخارجية مؤكدا على متانة العلاقات الأخوية الوثيقة والاستثنائية بين البلدين واستمرار التنسيق المشترك تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية، معربا عن تقديره للمواقف الأخوية الثابتة لمملكة البحرين والمساندة للمملكة المغربية ولدور مملكة البحرين المهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. من جانبه عبر معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية الأخوية مع المملكة المغربية والتي تستند إلى تاريخ طويل وتتسم بالتطور والتقدم المستمر والحرص الدائم على المضي بمختلف مجالات التعاون الثنائي لآفاق أرحب في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية حفظه الله ورعاه. كما تم خلال الاجتماع التشاور والتباحث والتنسيق حول أهم التطورات والمستجدات في المنطقة. من جانبه قال معالي السيد ناصر بوريطة إن هذا الاجتماع يندرج في إطار التواصل والتشاور الدائمين بين البلدين الشقيقين حول القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدا على تطابق وجهات نظر البلدين إزاء هذه القضايا، مجددا تضامن المملكة المغربية مع مملكة البحرين في كل القضايا. سعيد باستقبال اخي زميلي معالي وزير خارجيه مملكه البحرين الشقيقه في اطار يعني التواصل الدائم والتشاور المستمر بيننا حول كل القضايا الثنائيه والاقليميه بين المملكه المغربيه ومملكه البحرين، علاقات خاصه واستثنائيه جدا يرعاها جلاله كذلك محمد السادس وجلالة ملك البحرين اللي كذلك تربطنا علاقات أخوية قوية. بتوجيه من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين بلقاء أخي وزميلي الأخ معالي الوزير ناصر بوريطة وزير الخارجية المملكة المغربية، وتكلمنا في أمور كثيرة وناقشنا سياستنا المشتركة تجاه مختلف الأمور التي تأتي بتوجيه مباشر من جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهم الله وأيدهم بنصره في تجاه مختلف الأمور والتحديات التي نواجهها في المنطقة. ونحن نقدر جدا أيما تقدير الدور الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية في الوقوف مع شقيقتها مملكة البحرين. هذه أفضال لا تنسى ومواقف أخوية لا نراها إلا من الأخ الشقيق الصادق مع إخوته. المملكة المغربية تقف مع جميع إخوانها العرب وجميع أشقائها في مختلف أنحاء العالم. الدور المغربي في تثبيت الأمن والاستقرار في الدول في القارة الأفريقية هو دور تاريخي معروف، وأسهم في بقاء الكثير من الدول وعدم سقوطها في أيدي الإرهاب وأيدي الفوضى. نتفق مع المغرب في أمور كثيرة، نتطلع إلى أن المغرب يواصل موقفه الصلب والواضح فيما يتعلق بسيادته الكاملة على أراضيه، ونقصد هنا الصحراء المغربية وهي أيضا جزء كامل من تحت السيادة المغربية وما يراه المغرب. فأي المغرب مملكة تاريخية حكمت الصحراء وحكمت غير الصحراء في مختلف تاريخها، والآن هذا من يأتي ويشكك في هذا الموقف فهو مخطئ، ونتمنى له أن يراجع خطأ هذا، ونقف مع المغرب دائما كما وقف معه.